طيب استاذ اسلام، يعني واحنا بنتكلم عن المحليات، اخر مجلس محلي كان في 2007، كان مقرر ان يكون في انتخابات مجلس محلي في ابريل من عام 2008، لكنها لم تجرى. وطول هذه الفتره زي ما كان سياده النائب بيتكلم ما كانش في مجالس محليه. مشكله القانون فين؟ يعني القانون هل محتاج تعديل ولا محتاجين قانون جديد؟ سؤال. الفكره كلها ان كان في مجلس محلي اوريدي في 2008 ويمكن تم حله بقرار مجلس عسكري في 2011 ومن وقتها الى الان ما فيش مجالس محليه. بالفعل احنا محتاجين قانون جديد، لانه احنا بنتكلم ان احنا محتاجين قانون مش لدلوقتي، احنا محتاجين قانون يكمل معانا 2050 و2070. فعشان تعمل دوت لازم تشتغل بشكل يواكب التطور اللي موجود في الدوله ويواكب الرقمنه اللي موجوده في الدوله. احنا بنتكلم في عاصمه اداريه موجوده، وضعها ايه في المحليات، وضعها في قانون، ده لازم يتحط في الحسبان. في محافظات موجودة لو احنا اشتغلنا بالتقسيم الامني السابق في المحليات، مثلا في الادارة المحلية، هنلاقي في محافظات زي الوادي الجديد والمطروح، والمحافظات دي محافظات كبيرة جدا هيبقى التقسيم فيها غير عادل، فمحتاجين برضو يبقى عادل تقسيم اداري للمحافظات. كل دوت ملف مشتبك جدا فيما ما يتعلق بالادارة المحلية والمجالس المحلية. ويمكن من المميزات اللي اتعملت في الحوار الوطني فيما يخص لجنة المحليات انه قسم الادارة المحلية لقسمين، قسم خاص بالمجالس المحلية ودي قضية معينة في اللجنة، والقضية الثانية هي قضية الإدارة المحلية. ويمكن امبارح كان في الحوار الوطني كان الكلام فيما يخص المجالس المحلية ونظام الانتخابي ليها ورؤية القوى السياسية والمجتمع المدني عموما في رؤيتهم ايه للمجالس المحلية. وفي اوريدي في محافظات في احزاب قدمت مقترحات، ويمكن حزب العدل كان مقدم مقترح بدوت، التنسيقية كمان قدمت مقترح خاص بعد حوار دائم لمدة سنة كاملة داخل أروقة التنسيقية وصالونات التنسيقية، قدمت مقترحات خاصة بمجالس المحلية ورؤيتها للمجالس المحلية. وفي أحزاب أخرى برضو قدمت مقترحات، وده شيء كويس جدا بيقول إن في أمل إنه يبقى في مناقشات جاية الفترة اللي جاية فيما يخص تلك التوصيات يعني. فإن شاء الله بإذن الله إحنا بنتوجه إن يبقى في قانون خاص بالمجالس المحلية، قانون جديد غير الموجود. اكيد طبعا اللي موجود فيه حاجات كويسه جدا هنستفيد منها، ولكن ضروره وجود قانون من اول وجديد ده احنا بنتكلم في حاجه تمشي لغايه 2050 و2070، وده لازم نبقى حاطينه في الحسبان واحنا بنشتغل.